افتكر كده المقارنة ما بين الماضي البسيط والمستمر. قلنا البسيط، الماضي البسيط والمستمر الفرق ما بينهم الاثنين تموا في الماضي وانتهوا، مش حاجة منها. الماضي البسيط والماضي المستمر الاثنين تموا في الماضي، الفرق ما بينهم ان انا باجي في الماضي المستمر بحدد ايه لحظة معينة الوقت كان شغال، الحدث كان شغال فيه. يعني لما نيجي نقارن ما بين الفعل الصادق هنا والفعل غير الصادق، الجملتين معناهم ان هو ذاكر انجليزي ورياضه، هنا انجليزي بس مش هتفرق الليله الماضيه. الجملتين فيهم حاجه دلت عليه الماضي، بس كل ما في الامر ان ده ماضي بسيط وده ماضي مستمر لانه حدد لي الوقت او اللحظه اللي كان الفعل ايه شغال فيه، مفيش اي مشكله خالص. يعني امبارح عملت كذا، ماضي بسيط، كنت بعمل كذا في الوقت الفلاني او ساعه الساعه كذا او لما انت وصلت، ماضي مستمر. هنا بيقول لي هم لعبوا كوره امبارح، عندي علامه ماضي. وهنا بيقول لي لعبوا كوره امبارح من 9 ل 11، عندي علامه ماضي اهي برضه. بس الفكره ان هنا حدد لي الوقت بتاع استمرار الفعل، تمام؟ حاجه اسمها لحظه معينه كان الفعل شغال فيها يبقى ماضي مستمر وير بلاي، لكن هنا قال لي بالامس وخلاص فبقى ماضي بسيط. هما سافروا اسوان الشهر الماضي، ليه ماضي بسيط؟ عشان ما حددليش وقت حدوث الفعل او لحظه استمراره. لو انا خدت جمله الفعل يسافر ده مثلا قلت لك ايه؟ بتقولي لي انت مثلا رنيت عليك امبارح ما ردتش، قلت لك انا كنت مسافر اسوان. يعني معنى كده ان انا كنت مستمر لسه في السفر لحظه ما انت رنيتي. فده يبقى ماضي مستمر. امبارح انا اتفرجت على ماتش الاهلي، ماضي بسيط. ان كنت بتفرج على ماتش الاهلي من 7 ل 9، ماضي مستمر. يعني لو حد هي نفس الفعل، نفس علامه الماضي، بس لو حدد لحظه معينه او ساعه فعل معين يبقى ماضي مستمر. هنا مثلا مدينا علامه ماضي بسيط اهي، بس زود لي معاها كلمه ايه؟ قول اللي هي معناها ايه؟ طوال، يعني طول اليوم امبارح. فكده بدل ماضي بسيط اصبح الفعل استمر طول اليوم فبقى ماضي مستمر. يعني يا اما بيديني كلمه تدل على الاستمرار، يا اما بيديني لحظه معينه كان الفعل فيها مازال ايه؟ مازال مستمر، لحظة استمرار الفعل او حدوثه. هنا مثلا بنقول في المثال الاخير ده عشان نبسط الموضوع شويه، بنقول ان لو لقينا استرداي ايفنينج او استرداي مورنينج او استرداي ايه؟ افتر نون، الثلاث فترات بتوع اليوم. لو جابوا لي مع استرداي يبقى ماضي مستمر، استرداي لوحدها بسيط، استرداي ايفنينج ماضي مستمر، استرداي مورنينج امبارح الصبح ماضي مستمر، استرداي افتر نون برضه ايه؟ ماضي مستمر. يعني ماضي مستمر ممكن اقول فيه ثلاث حاجات، يا بيديني تركيب من الثلاث تركيبات ده هم اللي هم يسترداي مورنينج وايفنينج افتر نون، يا بيديني كلمه داله على الايه؟ على الاستمرار، يا اما يديني لحظه حدوث الايه؟ الفعل، يعني الفعل كان لسه شغال في اللحظه الفلانيه. طب لحظه حدوث الفعل دي معناها الساعه بس؟ لا، اما اقول لك انا كنت بذاكر امبارح ساعه ما النور قطع. يعني المذاكره كانت ايه؟ مستمره في لحظه معينه اللي هي لحظه ايه؟ لحظه ما النور قطع، يعني مش لازم يقول لي الساعه كذا او من كذا لكذا. المهم ان حصل حاجه ساعتها او الفعل كان شغال لحظه شيء تاني. هيوضح الكلام ده اكتر لما ابص على الامثله ده، على المثالين ده. يبقى الفرق بين البسيط والمستمر، البسيط حدث تم في الماضي وخلاص، المستمر حدث تم في الماضي بس في لحظه محدده او لحظه معينه او اديني حاجه تدل على الاستمرار. هنا بيقول لي علا مديني ماضي بسيط وقت، ماضي مستمر ووز وكن. علا كانت بتتمشى كل يوم الاسبوع اللي فات. امتى كانت بتتمشى؟ كل يوم. كل يوم امتى؟ قبل بس ما نهبد نهدى كده مع بعض. كل يوم امتى بالظبط؟ يعني ماشي كان مستمر امتى؟ في انهي لحظه؟ ما اعرفش، يبقى ما ينفعش يبقى مستمر. لكن هنا لما يقول لي علا كانت بتتمشى اثناء الايه؟ فعرفني كده كانت مستمره في المشي امتى؟ يعني حدث كان مستمر اثناء الفيلم. يبقى دي ماضي بسيط ودي ماضي ايه؟ مستمر. هنا برضه بيقول لي احنا اديني الفعل استادي يذاكر، كنا بنذاكر طول اليوم امبارح، فماضي بسيط اهو، بس زودت له قول فبقى ماضي ايه؟ مستمر، يبقى قول استادي. طيب لما باجي احل على روابط زي واي واس جاست اس، بنحل ازاي؟ بنحفظ ان واي واس جاست اس بياخد ماضي مستمر، صح؟ لا غلط. صح ليه؟ ما بنحلش بالروابط، قلنا 1000 مره، ما بنحلش بالروابط خالص، ما تحفظليش. ترجمة الجملة، اما اجي اقول هنا مثلا كانت بتنظف لما اختها كانت بتعمل ايه؟ بتذاكر. ده كان مستمر لحظه المذاكره وده كان مستمر لحظه التنظيف، فالاثنين كانوا مستمرين، يبقى الاثنين ماضي مستمر. ما يشغلنيش بقى في هنا وايل ولا في وين ولا في از ولا في بيف، ماليش علاقه بالرابط، لان الازمنه مع الروابط ما هيش ثابته، يعني ما ينفعش احل دايما مع وايل ان هو ماضي مستمر. طيب لما اجي اقول هنا صاحبي اتصل وانا بعمل الواجب، احنا فاهمين ان الواجب ده كان ايه؟ كان شغال، يبقى ده اللي ماضي مستمر. وبعدين صاحبي اتصل، هل ده فعل كان مستمر ولا حدث مفاجئ؟ اللي هو اللي احنا بنقول عليه قطع، يعني ممكن يقطع او ما يقطعش، المهم انه مفاجئ. فالمفاجئ ده ماضي ايه؟ بسيط. فبرضه ماليش علاقه، ما بصيتش انا هنا مثلا، اصل اس بتاخد ماضي مستمر مش شرط، اس بتيجي بمعنى لان بتاخد مضارع مستمر وماضي مستمر، ومضارع تام وماضي تام، زي ما شفنا وزي ما هنشوفهم تاني دلوقتي. مركزين؟ ما بعتمدش على الرابط. المعنى الفعلين شغالين مع بعض، مفيش واحد قطع التاني، يبقى الاثنين ماضي مستمر.
واحد شغال واحد قطع او واحد جه فجاه يعني، وانا منتظر القطار شفت صاحبي ايه اللي كان مستمر هنا؟ انتظار. الانتظار يبقى ماضي مستمر. طب شفت صاحبي حاجه اسمها فجاه يبقى بسيط، ممكن ما يقطعش يعني، ممكن اشوفه هو معدي، ممكن ما اروحش اسلم عليه عشان مثلا انا ممكن اقول لك قطع فتيجي واحده تاني هترد عليا تقول لي انا ممكن ما اسلمش عليه ما قطع، ماليش علاقه قطع ولا ما قطع، طالما حدث مفاجئ يبقى بسيط. ماشي حاجه بسم الله، هتنامي ولا ايه؟ عامل لك شاي؟ يبقى الحدث لو شغال مستمر، حد جه قطع او فجأة يبقى بسيط. طب لما اجي هنا مثلا، احنا بنتكلم هنا على جمل فيها كام فعل؟ واحد ولا اثنين؟ اثنين. طيب بيقول لي لو انت عندك الجمله بتقول لك ان في فعل دل، ان في فعل تم وانتهى قبل الثاني، ده شغل الماضي الايه؟ التام. يبقى اول استخدام من استخدامات الماضي التام ان انا عندي كام حدث؟ اثنين. ده خلص الاول، اللي خلص الاول ده بيبقى ماضي ايه؟ تام، واللي خلص بعده بيبقى ماضي ايه؟ بسيط. انا اعرف منين خلص قبل ما الثاني يبدا؟ المعنى هنا بيقول لي انا ارسلت الخطاب اللي كتبته، وانا ينفع ابعت الخطاب وانا لسه بكتبه؟ فمفهوم كده كده ان لازم الفعل ده ينتهي الاول بعد كده ده يحصل، يبقى ده ماضي تام ثم ده ماضي بسيط. هنا مثلا بيقول لي ايه اللي خلاني استخدم ماضي تام هنا؟ اترجم، هم زاروني قبل ما يروحوا النادي، يعني ده حدث تم الاول قبل زيارة قبل ما اروح النادي، فاللي تم الاول بيكون ماضي تام. انا لم اجد احدا هناك لان هم غادروا، ما لقيتش حد يبقى معنى كده ان هم غادروا الاول، يبقى ده اللي ماضي تام وده ماضي بسيط. يبقى الماضي التام، يبقى الفعلين في الاول خالص قلنا الفعلين شغالين مع بعض ماضي مستمر، واحد شغال واحد مفاجئ مستمر وبسيط. طب واحد خلص قبل واحد يبقى الاولاني تام والثاني بسيط، مش حاجه منا اللي خلص تام واللي بعده بسيط. طيب هنا بيقول لي لو الفعلين واحد منهم نتيجة أو أثر للتاني، أعرف منين إن في نتيجة أو أثر؟ بالمعنى أترجم جملتي، زي ما بيقول الشوارع مبللة، وهنا الشوارع كانت مبللة لأنها مطرت، ففي الجملتين عندي أثر إن الشوارع مالها؟ مبللة، بس الأثر هنا زمن مضارع ولا ماضي؟ والأثر هنا؟ يبقى لما ألاقي عندي أثر قد يكون الأثر ده مضارع أو ماضي، دي نتيجة أو أثر للمطر. يقول لك مثلا أنا ضيعت المفتاح فمش عارف أفتح الباب، ضيعت المفتاح ده حدث تام، له اثر ان انا مش عارف افتح الباب، فمش عارف افتح دي اللي هي الاثر اشوفها مضارع ولا ماضي. انا كسرت رجلي بعد الشر عليا فمش عارف العب كوره مثلا، فلما اقول انا كسرت رجلي فالنتيجه بتاعته ان انا مش عارف العب، مش عارف العب دي اللي هي الاثر اشوفها برده مضارع ولا ماضي. فقال لي لو لقيت الاثر او النتيجه في المضارع تحط له مضارع تام، لقيت الاثر او النتيجه ده ايه؟ ماضي، حط له ماضي تام. طيب وانا هنا كده بالمره لما اجي ابص على المثال ده دو. بيقول لي الدنيا مضطرب، كل الاربع افعال دول معناهم مضطرب، ده مضارع ايه؟ تام، وده مضارع تام ماله؟ وده ماضي تام، وده ماضي تام مستمر. اما اجي ابص على الجمله ده الثانيه ده بيقول لي ات الدنيا مضطرب كتير، ذا لاند الارض از فول اوف مض مليانه ايه؟ طين، مش ده اثر؟ فالاثر مضارع ولا ماضي؟ يبقى انا محتاج هنا مضارع ايه؟ تام، يبقى دي هاز رين مضارع تام. طيب هنا نفس الجمله اهي، يا فين نفس الجمله اللي هي الاولى، الارض تكون مليانه طين، ده اثر برضه ومضارع برضه، بس اداني معاه ايه؟ طول اليوم، فبدل ما مضارع تام اخليه مضارع تام ايه؟ مستمر. يعني التام والتام المستمر زي ما قلنا قبل كده نفس الاستخدامات، بس مع التام المستمر بيبقى مديني حاجه داله على الايه؟ على الاستمرار، او مديني فتره تدل على ان الفعل استمر 3 ساعات 4 ساعات يومين اي حاجه. يبقى المضارع التام اثر مضارع، اخد مضارع تام، اثر مضارع مع حاجه دلت على الاستمرار يبقى مضارع تام مستمر. طب هنا الارض كانت مليانه طين، الاثر اهو ماضي يبقى ماضي ايه؟ تام. طب هنا نفس الاثر الماضي بس اداني حاجه دلت على الاستمرار يبقى ماضي تام مستمر. ماشي ولا ايه؟ يبقى الاثر المضارع ياخد مضارع تام او تام مستمر حسب الجمله. الاثر الماضي الارض كانت مليانه طين في الماضي يبقى ماضي تام او تام مستمر برضه على حسب الجمله. يبقى كده في كام استخدام للماضي التام بالتحديد خدناه؟ اثنين بس. الاولاني قلنا لو انا عندي الفعل، عندي فعلين واحد حصل قبل الثاني، اللي حصل الاول بيبقى ماضي تام، يبقى بفكر في الماضي التام لو لقيت فعل حصل قبل فعل ثاني، وبفكر في الماضي التام لو لقيت جمله النتيجه او الاثر جمله ايه؟ جمله ماضي. الحاجه الثالثه مع الماضي التام دي ان انا لو عندي باي او بيفور وبعدهم حاجه داله على ايه؟ على الماضي. قلنا باي وبيفور بتوع الازمنه التامه، بعدهم ماضي يجي معاهم ماضي تام، بعدهم مستقبل يجي معاهم مستقبل تام. فباي مديني 2005 ماضي، ماضي تام على طول. بيفور معاه ماضي قبل ما يكون عندي 7 سنين ماضي اهو، يبقى ماضي تام على طول. يبقى الماضي التام له 3 استخدامات عندي كده. انا بركز على الماضي التام بالتحديد عشان بيجي ساعات في الاختيارات
ما بنبقاش عايزينه بنختار. فالثلاث الاحتمالات ده هم بفكر فيهم لو انا شاكك في الماضي التام. ما لقيتش ما لقيتهمش موجودين يبقى الماضي التام ما ينفعنيش. لو عندي باي وبي فور يبقى افكر في الماضي التام، باي وبي فور مع الماضي. لو عندي حدث تم قبل حدث اخر يبقى ماضي تام. عندي اثر ماضي يبقى ماضي تام. ما عنديش حاجه من الثلاثه يبقى الماضي التام اول حاجه هستبعدها من الاختيارات. طبعا الجمل ديت هنا مثلا بيقول لي على اتمشت كتير سنس ماضي منذ يوم الاثنين. عارفين ان سنس ياتي قبلها مضارع تام، بعدها لو في زمن بعدها بيبقى ماضي بسيط، فدي حاجه ثابته ومهمه وبتتكرر كتير. فسنس مضارع تام على طول قبلها. هنا مديني باي ومعاها ايه؟ ماضي. باخد ايه؟ يبقى هنا ماضي تام هاد 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 وقت. هنا عندي اوريدي يبقى محتاج ايه؟ مضارع تام. هنا عندي طول اليوم امبارح يبقى ماضي مستمر. بيفور وبعدها ايه؟ لاست، يعني بيفور مع الماضي يبقى برضه ماضي ايه؟ ما احنا قلنا باي مع الماضي وبيفور مع الماضي ماضي تاني. طب الجمله الاخيره دي بيقول لك احنا ذاكرنا انجليزي كتير. مضارع تام. مضارع تام لان الفعل بتاعنا ده الاستخدام احنا ما اتكلمناش عنه النهارده ولكن احنا عارفينه. ما اعرفش حصل امتى. اي فعل ما اعرفش حصل امتى يبقى مضارع تام اللي هي مكتوبه فوق في اول الصفحه. لو في نفس الصفحه متصوره بقى. اي فعل ما اعرفش حصل امتى مضارع تام. يقول لي انا عملت كذا انا كذا ويسكت يبقى مضارع تام. انا قابلت احمد، انا سافرت امريكا، ما قاليش امتى، ما جابليش سيره التوقيت خالص، يبقى ده ايه؟ مضارع تام. اي فعل ما اعرفش حصل امتى مضارع تام. هنا اداني سنس فبرضه سنس بيجي قبلها مضارع ايه؟ يبقى دي مضارع تام عشان سنس ودي مضارع تام عشان الفعل ماله؟ ما اعرفش حصل امتى. الحاجات اللي هي لما تتحفظ انتوا هتفتكروها على طول، مش هتكلم فيها عشان برضه ما نطولش جامد يعني. هنا عندي ماضي بسيط قلنا وماضي مستمر وماضي تام ومضارع تام. الجمله الاولى بتقول لي واحد من الطلاب كان بياكل او كان كل ما نعرفش. خلينا بس نصبر بعد اذنك. هو ممكن يكون كان لسه بياكل لما المدرس دخل، ممكن يكون كان خلص اكل قبل المدرس يدخل. فقبل ما اقول لو كان لسه بياكل يبقى الاكل كان ماضي مستمر. لو كان خلص اكل يبقى معنى كده ان الاكل تم قبل دخول المدرس، يعني الحدث الذي تم اولا يبقى ماضي تام. يعني لو دخلت لقيتك بتاكلي يبقى اكلك ماضي مستمر. دخلت لقيتك خلصتي اكل يبقى اكلك ماضي تام. دخل لقاني بشرح يبقى الشرح ايه؟ ماضي مستمر. دخل لقاني قاعد وخلصت شرح يبقى الشرح ماضي تام. ماشي؟ فهنا بيقول لي عندما دخل، يعني عندما دخل كان ده لسه بياكل. يعني ماضي ايه؟ مستمر. لكن هنا كل قبل ما المدرس يدخل، فمعنى كده انه كان خلص اكل قبل ما يدخل، قبل يعني كان خلص، يبقى ده ماضي ايه؟ تام، يبقى ده ماضي مستمر لانه كان لسه شغال وده ماضي تام لانه كان خلص. ده ماضي ايه ده؟ لما الاقيه مديني النص الثاني من الجمله ماضي تام يبقى كتر خيره. لان كده كده الماضي التام عمره ما بيجي معاه غير ماضي بسيط، عمري ما هجيب الاثنين ماضي تام ولا عمري هجيب ماضي تام معاه زمن تاني. فكده كده طالما الزمن الثاني ماضي تام فانا كده كده عارف ان ده ماضي ايه؟ يبقى ايه؟ الحدث الذي تم اولا بيبقى ماضي تام والذي تم بعده معنى الجمله بقول انا اكلت لما امي عملت الاكل اكيد هي عملت الاول اكيد ده حدث تم وانتهى الاول وبعد كده انا اكلت. طيب نشوف الجملتين دول. هنا بيقول لي انا اكلت 5 سندوتشات اي فيل فول. فول هنا انا شبعان. ده ايه؟ مش ده اثر للطفح اللي انا طفحته؟ هنا بيقول لي ما كانش جعان. مش ده اثر برضه للطفح اللي هو طفحه؟ ففي الحالتين في اثر. الاثر هنا مضارع ولا ماضي؟ مضارع. والاثر هنا انا شبعان هي ما كنتش جعان. الاثنين اثر للخمس سندوتشات اللي انا اكلتهم. بس الاثر لما يبقى مضارع احط هنا مضارع ايه؟ تام يبقى هاف ايتن. الاثر لما يبقى ماضي احط هنا ماضي ايه؟ في الحالتين انا اكلت 5 سندوتشات وفي نتيجه ان انا مش جعان. اتفقنا لو النتيجه ديت مضارع اخد لها مضارع تام. لو النتيجه ماضي اخد لها ماضي تام. الشوارع كانت مبلله من شويه ار ويت الشوارع مبلله في المضارع يبقى مضارع تام. المطر مضارع تام. كانت مبلله في الماضي ماضي تام. فعندي اثر اشوف الجمله اللي جنب اللي جنبه الجمله اللي هي بتاعت الاثر مضارع يبقى مضارع تام ماضي يبقى ماضي تام. لو اداني حاجه داله على الاستمرار هيبقى تام مستمر. هناخد الصفحه الايام في 5 دقايق بس انت مديش فيها كده عشان بفهمي معلش بعد اذنك. عندي هنا ايه؟ ماضي ايه ده؟ معلش بس مركزين ولا ايه الدنيا؟ ماضي بسيط وده مضارع تام وده ماضي ايه؟ تام. هاخد اول جملتين. أول جملة بتقول لي أنا اشتغلت هنا 5 سنين وهنا بيقول لي اشتغلت هنا 5 سنين. طبعًا الفرق إن هنا إيه؟ صح؟ لا إن هنا إيه؟ أرقامه هنا إيه؟ طبعًا أكيد ده عبط مفيش حاجة اسمها كده مش هتفرق لا مش هتفرق. الناس أحلى.
انا اشتغلت هنا 5 سنين. I enjoy my job يعني انا استمتع بايه؟ يعني الشغل ده اللي تم لمدة 5 سنين لسه موجود ولا انتهى؟ انا بستمتع بالوظيفة. طالما انا بستمتع بالوظيفة يبقى لسه موجود. فاحنا قلنا كذا مرة قبل كده لو الفعل لسه موجود لسه بيتعمل يبقى مضارع تام. لو الفعل انتهى يبقى ماضي بسيط. فهنا بيقول لي انا اشتغلت 5 سنين حتى التقاعد لغاية ما تقاعدت. لغاية ما طلعت على المعاش. ففي الحالتين اشتغلت 5 سنين بس هنا لسه موجود وهنا خلصت. فاللي لسه موجود ده مضارع تام واللي انتهى ده ماضي بسيط. هو عايش في اسكندرية بقى له 20 سنة، دلوقتي في القاهرة. يبقى عشته في اسكندرية ماضي بسيط لأنها انتهى. الفعل انتهى يبقى بسيط موجود يبقى لسه يبقى مضارع تام. هنا بقى مديني بيفور وبعدها ايه؟ ماضي يبقى اخد ماضي تام. بيفور مع الماضي يبقى ماضي تام. ايه نفس الجملة انا اشتغلت 5 سنين نفس الجملة بس لازم اكمل عشان اشوف الحدث لسه موجود مضارع تام، الحدث انتهى ماضي بسيط، حدث تم قبل حدث اخر يبقى ماضي تام. احنا قلنا دول. هنا مديني ماضي بسيط ليرنت، مديني مضارع تام هاز ليرنت، مديني ماضي تام هاز ليرنت. ونفس الجملة تقريبا ما عدا هنا ان وهنا سينس وهنا بار. لسه قايلين باي مع الماضي، ماضي ايه؟ ماضي تام. طب سينس مضارع تام. طب ان ماضي بسيط. فالسنة اللي معاها ان ماضي بسيط، السنة اللي معاها سينس مضارع تام، السنة اللي معاها باي ماضي تام. سينس معناها ايه؟ منذ. تيجي بمعنى تاني؟ لأن. فلما يبقى سينس معناها لأن بحل حسب الجملة. سينس اللي معناها منذ بيجي قبلها مضارع تام، يجي بعدها ماضي بسيط. ممكن يجي بعدها البداية، ممكن يجي قبلها انت مدة زمنية مش موضوعنا، أنا بتكلم على الأزمنة. لو هجيب زمن قبل سينس يبقى مضارع تام اللي معناها منذ، بعدها ماضي بسيط. لكن سينس هنا معناها لأن، يبقى ترجم الجملة، تعالى نشوف كده. اديني ماضي بسيط مضارع مستمر وماضي مستمر. أنا لا أستطيع أن أجي معاك لأني بذاكر، يعني المذاكرة انتهت ولا لسه بتحصل؟ كانت مضارع، يعني لا أستطيع دلوقتي أن أخرج لأني بذاكر دلوقتي، يعني حدث يحدث الآن يبقى مضارع إيه؟ مضارع مستمر، حدث يحدث الآن. أي إيه هنا؟ لم أستطع في الماضي أن أجي معاكي لأني كنت بذاكر، يعني المذاكرة كانت إيه؟ كانت مستمرة بس في الماضي. ما هي منعتني اجي بس في الماضي، يعني كانت مستمره في الماضي. يبقى واز ستادي. لكن هنا لما اجي اترجم سينس هنا جه قبلها ايه؟ يبقى بعدها ماضي بسيط يبقى ستادي. ده سينس هنا كان معناه ايه؟ فوق. فوق هنا كان معناه ايه؟ لان. يعني نفس اللي عملته مع سينس لان ينطبق على مين؟ على بيكوز، ما بيكوز لان. نفس الجمله اصلا ايه؟ فهنا هنا اي كانت كام وهنا اي كانت كام. فدي مش هعرف اجي لاني مستمر بذاكر دلوقتي مضارع مستمر، دي ما عرفتش اجي لاني كنت بذاكر ماضي مستمر لنفس اللي عملته فوق. طب بص دي كده اي انسرد فيري ويل، انا جاوبت كويس لاني ذاكرت كويس. كل الاختيارات دي غلط، انا عايز اختيار تاني. هات ماضي تام طبعا. ليه؟ اما اجي ابص هنا انا جاوبت كويس لاني ذاكرت كويس، مش الاجابه ده هي اي واي نتيجه او اثر للمذاكره. طب الاثر ماضي ولا مضارع؟ باخد ماضي تام. يبقى برضو لما اجي احفظ انا ان بيكوز دايما الاقيها ماضي تام وبعدها بسيط يبقى انا هحل غلط. فانا ما بحلش قلنا بحفظ الرابط، بترجم اشوف افهم الجمله. الاولى كان مستمر دلوقتي مضارع مستمر. الثانيه كان مستمر في الماضي ماضي مستمر. والاخيره كانت عايزه ماضي تام. ديت طبعا في اللي انتوا هتقرأوها از لان واز بينما، نفس اللي عملته في بيكوز وسينس. يبقى نبص عليه ثاني المره الجايه. اون وديورنج عندك مكتوب ان ديورنج بتاخد اسم في صفحه 10 او 9 مش عارف، واون بتاخد ان جي. تمام؟ الديورنج ممكن تاخد ان جي برضه بس طالما الاثنين موجودين في الاختيارات اشتغل بالان جي اون واشتغل مع الاسم ايه؟ ديورنج. نشوف كده. اكسايتنج فيلم ايه دي؟ هتاخد ايه؟ نفس اللي عملته فيكم برضه قبل كده عادي. دي صفه يا اخوانا، ده فيلم شيق. الان جي اللي هي فاعل في ان جي، دي فيلم شيق. فيلم شيق ده اسم يبقى ده ديورنج. ماي ستادي مذاكرتي، ماي ملكي يبقى ديورنج برضه. انما هنا فعل في ان جي فده اللي ياخد ايه؟ اون. انتوا خايفين تردوا؟ اون. الاي ان جي عايزه اون. الاخيره دي كان في سؤال يعني ساعه ثلاث اور هي نفس الفكره الاولى ده ان ستادينج تايم او ستادينج اورز او وركينج اورز. يعني الاي ان جي لوحدها تاخد اون. الاي ان جي اللي بعدها تايم او اللي بعدها اورز او اللي بعدها دايز، يعني اللي بعدها حاجه دل على الوقت تاخد ديورنج برضه. يعني الوحيده هنا اللي هتاخد اون الفعل اللي في ان جي لوحده. لكن فعل في ان جي وزود لي بعده حاجه زمنيه زي تايم او اورز او دايز او مانث او مينتس دقائق ساعات شهور الكلام ده تتحول لاسم. صفه واسم يبقى اسم. ماي صفه ملكيه يبقى ستادي دي اسم. ولا الصفه بيجي وراها فعل؟ لا الصفه يبقى معنى كده ان ستادي اسم، يبقى كل ده ديورنج.